مرحبا وكيفكم؟ معكم وردة محمد وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو حيكون هيك سريع وقصير، حبيت خبركم فيه بخصوص المحتوى القادم على القناة إن شاء الله خلال الشهر القادم، خلال كم أسبوع جايين جالسة أجهز لكم أفكار بتجنن لفيديوهات تعليمية وترفيهية، وفي احتمال فيديوهات تحديات بالكروشيه طبعا. فحبيت احكي لكم انه الاسبوعين الجايين ما حنزل اي شيء على القناه، لاني جالسه اصور لكم هاي الفيديوهات وحتاخذ مني وقت اذا بدي اقعد كل فيديو اصوره ومنتجه، فما لح الحق انزل لكم كل هاي الفيديوهات. فخلال الاسبوعين الجايين هدول ما حينزل فيهم اي فيديو على القناه حتى ابدا انزل لكم فيديوهات ان شاء الله بشهر 12 وشهر 1، فيديوهات كتير حلوه. فطبعا انتو خلال هاي الكم اسبوع الجايين، اسبوعين لثلاث اسابيع، بامكانكم تخلصوا فيه اي مشروع جالسين تشتغلوه، مثلا اذا كنتوا بداتوا بلعبة الهيلو كاتي تخلصوها، كنتوا جالسين تشتغلوا على حقيبة الهيلو كاتي ايضا تخلصوها، او اي مشروع من قنوات ثانية باليوتيوب، باترون، اختبارات لباترونات على الانستغرام داخلينها، فاي مشروع مثلا مشاريع الشتاء، جواكيت، لفحات، اي مشروع حابين تشتغلوا وبدكم تخلصوا وما عندكم وقت، فعندكم هلا اسبوعين لثلاث اسابيع تقعدوا تشتغلوا على المشروع اللي جالسين تشتغلوه وتستمتعوا بوقتكم. وان شاء الله بعد هاي الاسبوعين حابدا انزل لكم فيديوهات كتير حلوه، الافكار بتجنن. طبعا انا اوريدي بدات اكتب على دفتري الافكار اللي حابه اصور لكم اياها، وايضا اصلا في ثلاث فيديوهات صورتهم اوريدي جالسه اجهز لهم حتى امنتجهم وابدا انزلهم ان شاء الله بشهر 12. فترقبوا فيديوهات كتير حلوة، وأيضا لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات إذا في عندك فكرة حابة أصور لك إياها بفيديو، أي أفكار شفتيها باليوتيوب مثلا بالمحتوى العربي والمحتوى الأجنبي وحابة أصور لك إياها، ممكن أصورها بطريقتي يعني وأحط فيها لمستي حتى يكون فيها هيك محتوى مختلف. أي مشروع حابة تتعلمي طريقته وما قدرت تتعلميه لا من باترون مكتوب أو من فيديوهات يوتيوب ثانية مش واضحة، او في مشروع فكره بمخك حابه تتعلميها، فاكتبي لي اياها بالتعليقات وان شاء الله بصور لكم كل هالفيديوهات بالفتره القادمه. وقبل ما انهي الفيديو لا تنسي تشتركي بالقناه بالضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعلي جرس التنبيهات حتى اول ما ابدا انزل لكم هاي الفيديوهات تشوفوها وتحضروها وتستمتعوا فيها. مثل ما حكيت لكم في فيديوهات ترفيهيه، في فيديوهات تعليميه، وفي ايضا تحديات. فبشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامه.